اهلا اهلا وسهلا. طيب استاذ عصام اتفضل. انا بس عايز اقف صدري منهم بعد اذن حضرتك ومحدش يقاطعني. اتفضل لو تكرمت. طب اشمعني بقى طعود هذا؟ المتعارف عليه يا استاذ وائل اي مجلس نواب في العالم ليه وظيفتين، التشريع والرقابه. صح. انا اتكلم الاول بخصوص الرقابه. المجلس ده ما ناقشش اي طلب احاطه او استجواب او سحب ثقه نهائيا، لم يمارس مهمته في الرقابه على الاطلاق منذ انتخابه. التشريع اللي هو الامر الثاني، المجلس ده وافق للاسف الشديد على كل المشروعات اللي حالتها للحكومه بلا اي تعديل يسمى. وعشان كده انا عايز اقول للاستاذ عاطف بعد اذنك يا استاذ عاطف. اتفضل يا استاذ عصام. ماذا فعل المجلس ازاء ما تشهد الاسواق من ارتفاع في الاسعار وارتفاع الدولار؟ ايه اللي عمله المجلس في انهيار منظومه الصحه والتعليم؟ ايه اللي عمله المجلس؟ مفيش حاجه. ايه اللي عمله المجلس ازاء اللي بيحصل في الشارع من في بعض الناس للاسف الشديد انتوا ما تعرفوش انهم بيباتوا من غير عشاء؟ لم يحدث في تاريخ مصر ان كان في اسره بتبات من غير عشاء الا في عهدكم للاسف. عايز اقول حاجه ثانيه، ليه ميزانيه المجلس امن قومي؟ ده ابسط قواعد الشفافيه ان المجلس مفروض يضع ميزانيته على موقعه الالكتروني وتبقى متاحه للشعب كله لانها مش سر عسكري. الامر الاخر، لما نصرف لنا احنا مليار جنيه النهارده اللي هي مصروفات او ميزانيه المجلس، وانتخابات 2 مليار يبقى 3 مليار جنيه، وعندنا ناس للاسف الشديد يوم فرح عندهم لما بييجوا يجيبوا هياكل دجاج عشان ياكلوها والمجلس مش حاسس بيها. مجلس متحيز للاسف للحكومه في كل شيء. ما انجزتوش يا استاذ عاطف سوى كبايه الضرائب على الناس. المصدر الاساس للدخل القومي عندكم هو جيب المواطن، بدليل ان انتوا النهارده عملتوا ايه في منظومه التعليم زي ما انا قلت؟ عملتوا ايه في الاستثمار؟ فين قانون الاستثمار؟ اللي انتوا عملتوه عشان تجذبوا مالناش يوم الحد اللي جاي ان شاء الله. والنهارده مفيش اي استثمار موجود. النهارده انتوا اغلبكم للاسف الشديد مخالفين لنص الماده 103 من الدستور، عشان حضرتك بتقول ان احنا نتكلم بالدستور. هل انتوا بالفعل متفرغين كمجلس نواب لمهام العضويه؟ للاسف لا. هل انتوا بتعارضوا الحكومه؟ لا. مجلس كله نصه مع الحكومه والنص الاخر على استحياء ماسك العصايه من نصه. ما بتلتزموش بمواعيد الحضور، وهقول لك اكبر دليل على كده. الدستور بيقول 50% زائد واحد، يعني 298 نائب. طيب مشروع الخدمه المدنيه اللي اتاجل اكتر مره بسبب غياب النواب، ده مش بيدل على انكم انتوا فعلا ما بتروحوش المجلس؟ فين قانون الاعلام الموحد اللي ما خرجش لغايه دلوقتي؟ فين قانون العداله الانتقاليه اللي الناس كلها بتنادي بيه؟ ليه ما خرجش لغايه دلوقتي؟ ما شفناش ليكم وزير بيتحاسب قدامكم لان في تضارب في المصالح بينكم وبين الوزراء. ده عايز انضم الوزير وده عايز انضم الوزير، وعشان كده ما شفناش اي وزير، ما شفناش اي تفعيل للدستور. وزير بيتشال بيتعرض عليكم او وزير بيجي بيتعرض عليكم. القرض اللي احنا جبناه هل اتعرض عليكم قبل ما يجي القرض؟ ما فيش. بس شاطرين ان انتوا النهارده بعض النواب يقول لك دعوه بالمطالبه بتعديل الماده الخاصه بتحديد مده تولي الرئيس. طب هل هذا يجوز؟ هل المجلس اللي من حقه يراقب الرئيس ويعزل الرئيس؟ اسمعني نصر الدين، هل هو النهارده اللي بيطالب بمشروع بتعديل الدستور عشان استفاضه الرئيس؟ جايبين الماده 226 في ذاتها. يعني انتوا كبير الصوت يا جماعه، سيبونا رد لحظات عشان خير الكلام ما قل ودل. استاذ عاطف. ايوه يا استاذ عصام. ارجوك خلينا كمل. ارجوك اتفضل اتفضل يا استاذ عصام. المسؤول اللي بطول مدته يا استاذ عاطف انت عارف بيصبح اداؤه روتيني وبيفتقد الابداع. الرئيس نفسه مش موافق على ان انتم بتقدموا بمشروع عشان تمددوا فتره الرئيس. في حاله من الغضب. ما ينفعش يا استاذ، ما ينفعش يا استاذ عصام. بما انك انت قارئ جيد للدستور، الماده 226 بتقول لك ان فتره الرئاسه لا تغير، ما يجيش عندها خالص خالص. طيب الماده بذاتها نفسها وعايز يغير الدستور. ماشي. طيب قصه ان انا بقى اغير الدستور دي، ده كلام كبير جدا، كلام تاني خالص. مين قال لك ان احنا اتكلمنا في موضوع زي كده؟ لا اتكلمنا في فتره رئاسه ولا اتكلمنا في تعديل دستور، في تغيير دستور. الكلام ده كله بنتكلم عن بعض الاصوات يعني اللي بتطلع. الكلام ده كله كلام مرسل يا استاذ وائل. ما حدش، ما فيش نائب طلع قال الكلام ده خالص. لما نيجي نتكلم عن تفرغ النائب
في الماده 103 معظم 100% متهيألي من النواب 24 ساعه واقفين في دوائر، يا اما في الدايره يا اما في الجلسات. يا استاذ عصام احنا يوم الجلسات بنطلع من بيتنا الساعه 7، وانا من القاهره مش هقول لك من المحافظه تاني بعيده، بطلع من الساعه 7 عشان اوصل المجلس الساعه 8:30 عشان احضر اللجنه النوعيه بتاعتي اللي انا شغال فيها، بخلص الساعه 12 بطلع على الجلسه، بطلع من الجلسه الساعه 8. الكلام ده بيحصل 3 ايام في الاسبوع من غير نتيجه طبعا. يعني 600 عضو بيبقوا موجودين الايام اللي باقيه دي بقى، اما بقى عند وزير مش عارف ايه بخلص مصلحه اللي عايز ارصف في الشارع التنميه المحليه، اما مش عارف فين عند المحافظ الفلاني عايز انور، اما مع وزير الاثار بنعمل اكتشافات مش عارف ايه عندي في الدايره. كل النواب تقريبا كده، يعني انا شايف ان النواب كلهم متفرغين لاداء مهام العضويه، وشايف ان الميزانيه اللي انتوا بتتكلموا عليها بتاعت ميزانيه مجلس النواب ان هي اقل ميزانيه بالنسبه للعالم ككل، اقل ميزانيه. انت بتتكلم عن نواب مصر ومصر؟ لما اجي اتكلم على استاذ عاصم بتتكلم عن نواب مصر ومصر؟ أيوة. لا يا فندم ما بتتكلمش عن نواب مصر ومصر، ده بالعكس انت بتتكلم عن نواب في حته ثانيه. لا 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 بالطريقه دي. لا يا فندم، لا يا فندم، انا عارف انا بقول لك كويس. لا يا فندم، اللي انتوا مش عارفينه انت عندك اكتر من 4000 مصنع متوقف مش عارف تمشي فيهم مصنع يا فندم. مين قال لك كده؟ انا اللي بقول لك مش عارف تحط كروس استثمار يا فندم. بعد الثوره وقف 1600 مصنع مش 4000 مصنع، يا فندم يا فندم يا فندم ما تخالفش نفسك يا استاذ عادل. بخالف نفسي. لا يا فندم، لا لا، انت خالفت الدستور، خالفت الدستور في ال 4% بتوع الصحه و 3% بتوع التعليم. عشان نعدي بالبلد. تعدي ايه يا فندم؟ تعدي بقى، انت بتنزلها. التنميه المستدامه ما بتحصلش في يوم وليله ولا في سنه من عمر مجلس النواب يا جماعه، صبرا. خلي الناس يبقى فاهم في الجربه عشان التنميه مستدامه. يا فندم انت بتتكلم كلام. خلينا استاذ